حاجة الفوز هذا حققناه بعد عمل تاع شحال تاع 20 يوم درنا تربص، والحمد لله مباراة كانت صعيبة مع فريق نربيتي معنا معروف في الجنوب، ونشكر اللعابة اللي كانوا معنا في داروا أداء رجولي والبيبليك تاع القوات. ان شاء الله يا ربي يكملوا هكذا كيجونا دائما يحضروا لي ماتش، وان شاء الله بربي طلع. الحمد لله اول فوز في اول فوز في البطوله، ان شاء الله نكملوا كيما رانا نجيروا فيها ماتش بار ماتش. نشكر الشعب اللي جا سندنا اليوم طيله المباراه، نقولوا له ربي يحفظكم ان شاء الله كملوا معنا الاخر شامبيون، وان شاء الله نجيروها ماتش بار ماتش. ونشكر ستاف تكنيك اللي جوار كاع ما بخلوش، والحمد لله لا فيكتوار. ونشكروا ثاني زك خويا، ان شاء الله نكملوا بلي فيكتوار ونجيبوا لاكسيسيون ان شاء الله.